اللهم صل على سيدنا محمد. دور 12 فدان بيع وشراء حضرتك في محطة 4 بنجر كارة الوفاء والأمل أرض غمر. أرض غمر زي ما أنت شايف حضرتك دي السكة العمومية عليها جزء بيوت. اللهم صل على النبي. الأرض مزروعة حضرتك غلة وبنجر وفاصوليا وبرسيم وحاجة تفرح. البيت ده حضرتك فيه والبيت ده فيه أهو. كل بيت حضرتك فيه زريبة مواشي. طبعا الراجل بحط فوق الارض بيت وفكر الارض بيت حاجه. اللهم صل على سيدنا محمد. البيت ده حضرتك اهو لسه ما سكنش تحت التشطيب حضرتك اهو. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. اهو البيت ده في الوش حضرتك اهو ارض بالصلاه على النبي. الموز حضرتك فيه متفرعن على السكك برسيم وغلة وبنجر وفاصوليا. حضرتك زي ما انت شايف للدخلة حضرتك عامل سلم. البيت ليه دخلتين، دخلة في وش البيت في وش الأرض ودخلة جانبي جانبي حضرتك. ودي زريبة مواشي حضرتك زي ما انت شايف اهيت مش يا سعادة الرئيس بالسفيلة وحاجة كويسة خالص اهي. بسم الله ما شاء الله عليك شغل حضرتك زي ما انت شايف اهو. دي الزريبه حضرتك بالطوائل بتاعتها بسم الله ما شاء الله. ودي حضرتك بقيت المنافع بتاعت البيت. هتعمل حضرتك فران وكده كان حضرتك زي ما انت شايف حاجه مكان محترم مكان محترم. اللهم صل على النبي عليك شغل وعليك نظام. كان حضرتك على الطبيعة زي ما انت شايف. اهو ده بيت حضرتك على راس الارض. هذا بسم الله ما شاء الله. وهذا البيت حضرتك التاني اللي لسه مصوره دلوقتي حضرتك انت شايفه اللي فيه زريبة المواشي. قطعة ارض 12 فدان محترمة. اهي دي المية حضرتك. الارض بتروى غمر. أرض التروة غامرة حضرتك زي ما أنت شايف كده أهي. شايف الغلة حضرتك؟ اللهم صل على سيدنا محمد. مكان عمرك كل واحد باني على راس أرضه حضرتك، كل واحد باني على راس أرضه. كل واحد حضرتك باني على راس أرضه. دي حضرتك التجريج العمومي اللي بيطلعك على الأسفلت. ده المزرع المائي حضرتك اهو. وده الارض على الطبيعه زي ما انت شايف. ميه شرب وكهرباء. تحياتي لكل المصريين.